مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من البيت الكبير، البيت اللي بيجمعنا كلنا وبيجمع كل الأهلوية وكل المصريين. إن شاء الله تكون حلقة مميزة وتنال إعجاب حضراتكم. مساء الخير يا سهام. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير على كل مشاهدي النادي الأهلي. مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. حلقة جديدة مهمة فيها تفاصيل مهمة وموضوعات كتيرة تهم حضراتكم. في البداية عايزين نبارك لطالبات وطلاب الثانوية العامة اللي اعتمدها النهاردة وزير التربية والتعليم. يا رب كل واحد وواحدة بيتمنى أمنية تتحقق له، وإن شاء الله ليكم مستقبل. اشتغلوا على نفسهم. عايزك تنصحهم بقى نصيحة للي بيحب الكورة واللي عايز يلعب كورة، تقول له إيه؟ لا طبعاً نقول لهم مبروك كلكم، يعني طبعاً الكورة والدراسة يمكن ده ملف إن شاء الله هنجيله في البيت الكبير.